هاي كلها بيدي بيكون وايد يعني البيع، لأنه يعني مرغوب إن الأشياء اللي حق رمضان، نفس مثلا عندك هذه عندنا الهلال والقمر، هو يميز لنا إن هل الهلال إن ابتدى رمضان، فمدام يوم رمضان فإحنا نسوي أشياء رمضانية على أساس إن إحنا نبيع أغراض رمضان. وعندنا بعد أكل شو اسمه الفساتين ويا شو اسمه هاي مال إيه مال القرقعون، إنزين فتشوف الثوب ماله مع الكيس اللي مالت القرقعون، فنستخدمها نسويها. هذا طبعاً منتسبة عندنا مسويته، إيه هاي كيس القرقعون، وهذه الثوب مال الأولاد، وهذه مال البنات يسوون تطريز الأشياء اليدوية. فكل شخص حطيناه على حسب شنو اللي هو يسوي، يقدر ينتج، يقدر يرسم، يسوي لنا. تعلمت أشياء وايد، يعني مثلاً تعلمت الطبخ، كانت تسوي الكروشيه، يعني هلون أي شيء هي تسوي أنا طبعاً أقلد عليها، وحتى لين كبرت يعني أحب أتعلم أتذكر شنو هي تسوي وأنا أقلد عليها.